القطاع الحكومي تحكي اليوم كل الدعم، لان الدوله اليوم تملك كل شيء من الارض والطاقه والمال، كل شيء بيد الحكومه مو بيد القطاع الخاص صراحه. والقطاع الخاص والشراكة مع القطاع الحكومي هو حبل على ورق، ولذلك تجد كل القوانين اللي تصدر القطاع الخاص هو اصلا القطاع الخاص حتى ما مشترك في ورش العمل وتناقش. اضافه لهذا نحن اليوم النادي ان تكون يعني القرارات الحكومية تجيكم جاهزة ياخذ رأي اتحاد الصناعة، لا مو بس جاهزة، غرفة تجارة بغداد مو بس جاهزة، مو بس جاهزة تجي شغلات بالتليفون. يعني تصور معاون مدير عام يتصل بالتليفون ايقاف دخول المواد الأولية، توقف المواد الأولية، يصدر قرار من رئيس الدائرة على ان تدخل البضائع تروح تراجع، يقول لك لا خلي يجي كتاب رسمي، التليفون يوقف والكتاب رسمي وصار شهر البضائع بالحدود وتصور انت. اثنين، قرار هذا اخر قرار 72 اللي هو يسمح لدخول البضائع المنتجه في كل الدول منتج كامل ويمنع دخول المواد الاوليه. يعني احنا اليوم كشغلنا صار كاتحاد صناعات، قلت لك انا شقين راح هسه راح يخلص بعد الشق الاول، شغلنا اليوم احنا جاي نصد ضربات الحكومة ضد القطاع الخاص وليس باستقبال مساعدات من الحكومة. احنا اليوم الحكومة لم تذهب الى القطاع الخاص، احنا ذهبنا برجلنا للحكومة ولكن لم نجد، فقط نتكلم في صوت عالي.